الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى صدور فراخ واحلى رز بالكاري زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله يعجبكم. وهوريكم الصدور بتاعتنا الحلوة الجميلة اهي كده. واو، بحطوا لايك ورزكم كلام وعلوا الكلام. اه بحطوا لايك. بصوا الفراخ مستوية ما شاء الله، خطيرة يا ازاي؟ ماما انا دقتها لقيتها خطيرة خطيرة. انت اللي خطيرة. شايفين كده يا جماعة؟ ان شاء الله باذن الله تعملوا الصدور بالطريقة دي وبالخلطة دي وبالتتبيلة الجميلة دي باذن الله تعجبكم وتعجب ولادنا الحلوين. فيلا بينا عشان نشوف عملنا الصدور ازاي وعملنا الرز بالكاري ازاي وايه تاني عملناه، الحاجات الحلوة الجميلة والسلطات الجميلة اللي عملناها مع الاكلة الحلوة الجميلة بتاعتنا دي. هنعمل ان شاء الله هي صدور الفراخ اهي يا جماعة، هنتبلها بتتبيلة فراخ تكة ان شاء الله باذن الله. التتبيله ديت هتعجبكم جدا جدا وهتجربوها وهتشكروني عليها في التعليقات. معانا دلوقتي البصل اهو المبشور. طب احنا ممكن نعمل يا رباب دجاج تكه بالصدور؟ ايوه ينفع. ما ينفعش ليه يعني؟ معانا زعفران، يعني ادي البصل، ادي الزعفران، ادي الثوم، فصين توم كده حلوين كده ومتقطعين، معانا بابريكا، معانا كركم، كل ده معلقة حلوة كده، كاري، فلفل اسود، ملح، ومعانا معلقه صلصه، وهنقلب كله في بعضه. وقلبنا الصدور بتاعتنا اهيت في التتبيله يا جماعه، وان شاء الله هنسويها دلوقتي في الفرن. وهقول لكم دلوقتي هنسويها، وقبل ما نسويها هنحط ايه كمان معانا في الصينيه علشان تبقى الوجبه كامله ومتكامله وما تحتاجيش ان انت تعملي الخضار. هنقشر البطاطس طرنشات وهنفردها في الصينيه كده، هنفرشها في ارضيه الصينيه. فيلا بينا علشان تشوفوا احنا هنعمل الصينيه بتاعتنا والصدور بتاعتنا هنعمل معاها ايه، وان شاء الله باذن الله هنعمل رز بالكاري مع الوجبه الجميله ديت. يا اما رز بالكاري يا اما رز بالبسله يا جماعه، مش هينفع مع الوجبه بتاعتنا النهارده غير النوعين دولت من الرز، رز بالكاري او رز بالبسله. فاحنا ان شاء الله هنعمل رز بالكاري، فيلا بينا علشان نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا دلوقتي يا جماعه هي الصينيه اللي هنحط فيها الصدور الفراخ. انا قطعت البصل طرنشات والبطاطس طرنشات. احنا مش هنحط طماطم، احنا مكتفيين بالخلطه بتاعه الفراخ. هنحط بس ملح، شويه ملح كده بساط، وشويه فلفل، وقفلنا على كده الباقي. حلو الكلام. هنتبل بقى البصل والبطاطس زي ما انتم شايفين كده اهو، علشان هنعمل الخضار علشان ان الوجبه بتاعتنا تبقى كامله وجميله. معانا الفراخ بعد ما سيبناها شويه في الثلاجه اهو. بعد ما طلعناها من الثلاجه بصوا كده الصدور، انا فتحتها كده بالسكينه فتحه كده وفتحه كده، وتبلتها كويس طبعا بالتتبيله. هنفرصها كده في الصينيه اهو. طب احنا فتحناها ليه كده بالسكينه؟ علشان خاطر تاخد السوا بتاعها الجميل والصدور بتاعتي تبقى حلوه وجميله وطريه اهو كده. هناخد بقى بقيه الخلطه ونحطها كده في الصينيه كده، وهنجيب رشه زيت كده بسيطه علشان خاطر تحافظ على الفراخ تبقى طريه، ومعلقه سمنه برضو. وادي اهوت يا جماعه السمنه والزيت، هنعمل كده اهو. الزيت والسمنه بقى على حسب ما انتي بتحبي السمنه والزيت بتاعك في الاكل كده اهو. وهنغطيها ان شاء الله بورق الفويل، وطبعا هتبقي مولعه الفرن بتاعك من قبليها، ولما تستوي باذن الله وتطلع من الفرن هنوريها لكم. فيلا بينا نحط الصدور بتاعتنا الجميلة
في الفرن. دلوقتي اهوت يا جماعه احنا ان شاء الله هنعمل الرز. ادي السمنه اهوت سايبينها علشان تفك كده دقيقتين كده قبل ما تنزلي الرز. وطبعا احنا غسلينه كويس اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الرز هنحطه بس كده في السمنه، مش هنعمل الرز بالبصل، لا هنعمل الرز بالكاري بس. هننزل بالرز. انا المعلقه ما بتنفعش، هننزل كده بايدينا زي الحلوين كده، وطبعا موطيه علشان تمنعي الطشطشه، الرز ما يطشطش كده وانت بتحطيه. هنفضل بقى نقلبه كده من 3 دقايق لخمس دقايق قبل ما ننزل بالكاري والملح. وعاوزه تحطي مرقه دجاج مفيش اي مشكله برضو، عندك ميه هتحطي، عندك شوربه هتحطي، هتساوي الرز بتاعك يا اما بالميه يا اما بالشوربه. دلوقتي بعد ما خلاص كده شوحنا الرز في السمنه، هننزل كده بالكاري، هننزل كده بمعلقتين حلوين. وبعدين انا عندي شوربه ان شاء الله هنسوي الرز بتاعنا بالشوربه، عندي شوربه من امبارح. هتقلبي بقى كده الاول الرز كده والكاري علشان خاطر يندمجوا مع بعض اهو. وطبعا الشوربه بتاعتك انت مظبطه الملح بتاعها، لو مش مظبطه الملح بتاعها برضو تدقيها قبل ما تحطيها علشان خاطر لو عاوز ملح تحطيه، ولو ملح تعالجيها قبل ما تنزلي بالشوربه على الرز اهو. هيبقى كده هننزل بالشوربه اهو كده الشوربه. طبعا احنا هنحط شوربه، لو هتحطيها بالكبشه كده اهو، هنغطي بس الرز كده قيمه عقل الصباع كده اهو كده اهو. انت تبقى عارفه مقدار الشوربه علشان خاطر الرز معاكي ما يبقاش معجن ولا حاجه. نجيب كده المعلقه ونقلب ونشوف، لو عاوزين شوربه تاني هنحط لها شوربه تاني. دي كانت شوربه فراخ وكنا حطينا في التلاجة. يا ولاد اهم حاجة لو عندك شوربة تحطيها في التلاجة على طول لو هتستخدميها، لو مش هتستخدميها وعاوزة تشيليها في التلاجة لوقت معين يعني، هتحطيها في كيس اللي هو التخزين وتحطيها في الفريزر بس كده. هنغطي بقى الحلة ولما الرز يستوي ان شاء الله هوريه لكم. انا كده خلاص غطيت الرز بتاعي بمقدار عقل الصباع، يبقى الشوربة كده فوق الرز كده شوية بشوية. ولو هتعملي بالكوبايه يبقى كوبايه رز عليها كوبايه وربع شوربه او كوبايه وربع ميه، وتحطي طبعا الملح بتاعك، فانا الشوربه دي متملحه فانا مش هحط ملح. بس كده هنغطي بقى ان شاء الله وهنسيبه يستوي. هنعمل دلوقتي يا جماعه طحينه، لازم مع الاكله دي لازم طحينه، سلطه طحينه. بصوا كده ده توم انا كنت مفرزاه في التلاجة. لعلمكم تفريز التوم ده بينجز وقت كبير جدا 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 اهو. ادي الكمون وادي رشة ملح بسيطة كده، وادي الزيت، وطبعا الخل، وهنقلب كده. لو هيحتاج لميه هنزودها، مش هتحتاج خلاص. فاحنا هنفضل نقلب كده في الطحينه بتاعتنا الحلوه الجميله اهو. انت عاوزاها بقى تبقى خفيفه شويه هتزوديها ميه وتزوديها برده خل اهو كده، وهتقلبي كده. هو بس الكمون والملح وخلاص على كده، والثوم، وسلطه الطحينه بتاعتنا تبقى جاهزه للاكل اهو. بصوا كده اهوت، انا مش عاوزه غير السمك ده، مش عاوزاه خفيفه يا جماعه، زي ما انت تحبي بقى، عاوزاه خفيفه، عاوزاه متوسطه، عاوزاها تقيله. وخلاص كده يبقى الطحينه بتاعتنا جهزت، هنحطها ان شاء الله في التلاجة لحد ما نطلع الاكل بتاعنا من الفرن. ان شاء الله برضو هنعمل توميه مع بعض. برضو الصدور بتاعتنا احنا عاملينها بالخلطه
الطريقه ديت لازم يبقى جنبك طحينه، يبقى جنبك توميه، يبقى جنبك كولوسلو، يبقى كأنك في المطعم بالظبط. فاحنا عملنا الطحينه، هنعمل التوميه، بس للاسف احنا ما عندناش مكونات سلطه الكولوسلو، بس ان شاء الله على مره نبقى نعملها بقى. بصي انت امكانياتك اللي موجوده عندك اعملي باللي موجود عندك. عندك طحينه هتمشي سلطه الطحينه، عندك شويه النشا وشويه اللبن وشويه الثوم هتمشي وتعملي احلى توميه. فيلا بينا هنشوف التوميه بتاعتنا هنعملها ازاي. دلوقتي احنا معانا النشا اهو ومعانا الميه، وهنقلب كده النشا على البارد، مش هنحطها على النار دلوقتي. بصوا احنا هنخلي النشا ده يدوب في الميه خالص، مش هيبقى فيه اي تكتلات خالص اهو كده. وهنرجع دلوقتي نحطه على النار عشان نعمل احلى توميه يا اولاد. وجايبه لكم النهارده اسرار التوميه على اصولها بالطريقه السوري بتاعت بلادها. شايفين كده اهو مفيش اي تكتلات خالص، النشا داب في الميه. يلا بينا علشان نحطه على النار اهو كده يا جماعه. حطينا النشا بالميه كده على النار، هتفضلي تقلبي كده على نار هاديه لحد ما تحسي خلاص ان القوام بتاعك اتمزج مع بعضه. النشا ده مفيد جدا يا جماعه وليه استخدامات كتيره اهو. تقلبي كده اكنك بتعملي مهلبية يعني، بس في الاخر هنحط توم. حلوة دي. والله العظيم الواحد بص يا شوشو اهو. بصوا يا جماعة بدأت كده خلاص اهيت ايه يمتزج معانا. تقلبي برضو كده اهو. لحد ما تعمل كلها كده الكمية كلها اهو كده. وهنسيبها تبرد عبال ما نشوف احنا هنضرب ايه معانا في الكبة او الخلاط. دلوقتي دي الكبة يا جماعة، هنحط كده اللبن، ودلوقتي طبعا هنحط السكينة بتاع الكبة. هنحط مع اللبن مايونيز معلقة حلوة كده، طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها اهو كده. هننزل بالخل، هننزل بالزيت كده، هنجيب الثوم، هننزل كده بمعلقة الثوم. طبعا ان شاء الله بإذن الله انت بتعمليها هتبقى احلى تومية في الدنيا، مدام نفسك انت وبإيدك انت ان شاء الله هتطلع احلى تومية. هنجيب ايه دلوقتي؟ الملح، رشة الملح البسيطة خالص، ورشة الكمون البسيطة خالص. وهنجيب بقى النشا بالمية اللي احنا عملناهم على النار اهو كده، وهنضرب كله بقى كده في الكبة ان شاء الله، وهوريكم القوام دلوقتي. بصوا كده يا جماعة، هو ضربنا المكونات بتاعتنا كده بتاعت التومية، شايفين الخليط عامل ازاي ما شاء الله اهو. زي ما انت شايفة كده، لا خفيف ولا تقيل، تبقى التوميه بتاعتك واو واو واو. ان شاء الله باذن الله تعملوها كده بالطريقه دي وتعجبكم. هنحطها بقى كده في الطبق او في البوله، وهندخلها الثلاجه ان شاء الله، علشان طبعا التوميه، سلطه الطحينه، سلطه الكولوسلو، لازم الحاجات دي تبقى ساقعه بارده او ساقعه يعني اهو كده. شايفين الجمال؟ هنحطها في التلاجة لحد ما نطلع الفراخ بتاعتنا من الفرن ونغرف بقى الاطباق بتاعتنا الجميلة. وقولولي رأيكم شكل التومية كده حلو ولا ايه؟ قولولي رأيكم في التعليقات، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتدوسولنا لايك عليه. وادينا يا جماعة كده هو طلعنا الفراخ من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي وجميل ازاي. وهوريكم دلوقتي ان شاء الله هقطعها قدامكم ووريكم طرية ازاي ومستوية ازاي. وطبعا الرز اهو مستوي وجميل وزي العسل، وادي البطاطس. يبقى منك عملتي فراخ وعملتي خضار، البطاطس والبصل، عاوزه تحطي طماطم، عايزه تحطي فلفل الوان، كل ده براحتك وعلى حسب الخضار المتاح عندك والموجود عندك. وادي طبعا سلطه الطحينه
وادي التوميه الخطيره ومعانا العيش بقى، هتاكلي بقى وتتنعمي ان شاء الله وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.